ده مع الكل يعني. واحد شركة الإنتاج، اتنين ده رابع عمل أو خامس عمل مع الأستاذ محمد النقلي، وأنا بستنى من العمل للعمل عشان يكلمني محمد النقلي يقول لي يلا يا حاجة احنا عندنا كذا، هو وابني بيقولوا لي يا حاجة ازيك يا حاجة، اه حاجة عاملة ايه يا حاجة. ثلاثة وأنا بحب رقم ثلاثة قوي عشان لا إله إلا الله محمد رسول الله، أحمد أبو زيد. أنا اعتذرت له عن الشك وكنت زعلانة جدا إن أنا ما اشتركتش فيه، بس كان إيه وقت السبب اعتذار حضرتك؟ أفندم؟ كان إيه سبب اعتذار حضرتك؟ اسأليه بعد ما أكملك عشان ما أنساش. طيب واشتغلت معاه ولي العهد، ولما جاني الورق بتاع ولي العهد التريتمنت الملخص كان حوالي 120 صفحة، وانا ما بقراش ملخص، ما بقراش تريتمنت، لان بيبقى عندي تريتمنت بيقول حاجة وبعد كده ابص الاقي الورق بيقول حاجة تانية فما برضاش اقرا التريتمنت. اه عايز الورق على طول. فلقيته كاتب كل شخصية بالملخص بتاعها بشكلها مسكت الورق من الساعة 4 الظهر لغاية الساعة 9 الصبح الحاجة ومية صفحة دول، كلمته 9 الصبح مردش، طبعا اكيد نايم انا اللي صايعة صاحية. المهم هتجنن، وفي كلمة قالت لي من الاستاذ عبد الله ابو الفتوح المنتج، قال لي لو حضرتك مش هتعمل الدور ده انا مش هعمل المسلسل كله، اللي هو حد مش يعني هو والمؤلف والمخرج مش قادرين يشوف حد في الشخصية دي الا الست دي. فكلمني احمد ابو زيد يعزيني في اخويا الاكبر مني كان توفى وانا كنت في الساحل الشمالي، فكلمني لقى صوتي فقال لي مدام لوسي في ايه مال صوتك؟ قلت له مفيش حاجه كمل. قال لي زوزه المنزه بقى ومش عارفه ايه، انا مش قادره اضحك، هم عمال يقول لي بيكلمني على تفاصيل في الشخصيه وانا مش قادره اضحك لان انا انا بحزن بجد وبضحك بجد وصادقه قوي مع نفسي، يعني ما بحبش اضحك على نفسي يعني. قلت له انا معاكم. كلمني بعديها استاذ محمد النقلي قال لي ايه اللي حصل؟ قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي ايه الخبر اللي انا سمعته ده؟ قلت له هو لحق؟ اه اخويا توفى وبتاع مش عارفه ايه. كلمني الاستاذ عبد الله بالفتوح قلت له بصوا انا معاكم وخلصنا العزه ومش عارفه ايه. جيت انا سافرت امريكا، اليوم اللي انا مسافره فيه امريكا بمضي العقد وعندي صور على الموبايل، انا ما بصيتش في العقد، قلت لهم العقد زي بتاع السنه اللي فاتت وقولوا للاستاذ عبد الله شوفوا عايز يحط ايه زياده، لو مش عايز يحط زياده في الاجر امديت اهي تك 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 تك. طب الاسم؟ قلت لهم لا انا هنزل من غير اسم. ليه؟ قلت لهم ليه ايه؟ العمل ده بتاع باسم سمره واحمد رزق مش بتاعي انا، فقره من العمود الفقري انما مش العمود كله، هم العمود كله.